السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. ابدأي بطبقة من البيس كوت. ضعي طبقتين من المناكير باللون البنفسجي الفاتح. باستخدام الريشة القصيرة قومي برسم مثلث في المنطقة أسفل الأظفر. ثم قومي بملئها باللون الأسود. في النهاية اختمي بطبقة من التوب كوت. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى أن يكون الإعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.